السلام عليكم، عدنا لكم من جديد في حلقة جديدة عن ريزنتي وول 3، لعبة فيلم الرعب أو لعبة الرعب، يا مين لعبة فيلم الرعب، يا مين فيلم لعبة رعب. نيسا بطني يا شباب بتوجعني لحد الآن، يعني بجد، يعني قلت لكم بالفيديو المو الماضي قبله، قلت لكم إنه أنا بطني مرضان وموجوع، بس كرمالكم رح ننزل الفيديو تمام. فلذلك اليوم حيكون في لعبتنا عن ريزون ايفول 3. خلينا نجيب المايك هيك مقابلي لانه هون بينحكي فيه بشكل افضل، وطفيناه بالغلط، منيح انتبهنا انه طفيناه جانا شغلناه. المهم النقطة المهمة رح اقولكم اياها، رح علي الصوت كتير، هاي نمبر 1. نمبر 2، حاولت اصورها بالنهار ما زبطت، يسبب الخلفية اللي وراي رح تشوفوا يطلع لكم ضوء او ما رح يطلع لي انا بس جسمي تمام. فلذلك قلت اصورها بالليل، وبعدين يعني شفت انه هي لعبه رعب بالنهار ما راح تكون بايخه ما حلوه، ما عم نلعب بالليل. وبعدين انا بالمونتاج الفيديو الماضي استمتعت، يعني شفته انه ما في مؤثر عليه كتير، فلذلك قلت لا خلينا نكمله بال ايوه. هلا هون في شغله صارت معنا معلم، نحن وينه؟ انا نسيت اجيبها، في عده نسيت اجيبها معي. وينه طبعا بفيديو الماضي عبد الرحمن كتب لنا كلام جدا جميل. خرج هاي انا بدي اياها، هاي حاليا ما بعرف شغلتك. خليني اخذ معي قطاعة هدول، هات السكينة هاي بدل هاي، ما بدي هذيك السكينة. ايوه حلو، هاي صار معي سكينة يعني بطشبط. اول شي نفك هاي الخزينة نشوف شلون، تعلم شلون فكها اول شي. يوز ما قدرنا نسوي لها يوز. ايوه عرفنا، تعلمنا اول شي شلون نفك القفال. حلو قنبله، طيب بنخبيها لان شفت الناس كمان عم بتخبي غراضها بشكل جدا كبير، يعني على قولة المثل اللي قال لك انه خبي قرشك الابيض ليومك الاسود. خلينا نروح حلق نطلع. هلا ايش كانت المهمة المطلوبة مني؟ نسيت انا. طلعنا على فيلم الرعب، ايش يا حيوان؟ كان هلا بقتلهم ولا ما وجع راسي مع هدول الاغبياء؟ لا 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 يا حيوان، لا 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 يا الله طلع من جربة هدت. صلوا على النبي، كيف اجيب المفتاح؟ حسبي الله ونعم الوكيل. العز من ورا في سلم، يمكن لك هاي الصيدلية اللي لازم ادخل عليها. لازم هاي بيضان ابو شرفك رعبتني. تموت روح هربي، الله لا يفقر رعبني. هذا البوري المي. حلو وجدنا شيء انه اخيرا اخيرا اخيرا. طبعا هو الكلب اكيد راح يعصرني هون لهون بالزاويه، فخلينا ناخذ فرصه انه نقدر نلوت شوي. ما ضل اي شيء ثاني، هرب لان عمره. This must be the subway company's offices. ايش هاي؟ هون بعدين انا ماني فاضي، بس ما يجي يلحقني هذا الكلب لانه اذا لحقني مصيبه. لكن المشكله لو انا مصيبه اذا لحقك وبيقدر يقتلك، انت ما تقدر تسوي شيء ابدا. يلا يعني طلعنا على البرت رصاص،
كأنه بس بقى في غير صاصب اللعبة يا زلمة. حلو لازم نرجع إن شاء الله ما يكون هذا الحيوان طلع من الغرفة. خلينا ننهزم نرجع إلى البيت أول شيء نسيف وبعدين. لا تحكمني أنا عن شرفك عن شرفك رعبتوني رعبتوني. وأخيرا عملنا إشي صار بعد ساعة ونص تسجيل. طبعا هي ما نحتاج لها هي ما نحتاج لها هي ما نحتاج لها هي ما نحتاج لها. أتوقع صدر الشيء راح نحتاج له فلذلك راح نترك ونروح نجرب نشوف إذا انحلت المشكلة تبعتنا. إن شاء الله نقدر نمرق يا رب المرة يا رب. صارت الناس تعرفني بطلوا يقربوا علي. يوزن واخيرا بعد ساعة ثير ماذا اكتاضي الخرطوم انا انا في الكور انا في الكور واخيرا. حلو اي معي مفتاح ما بدي شكله اوضح الثانية للحفظ المعلم هون. حلو هلق منروح نشوف ان شاء الله ديستر علينا وراء الباب. You're UBCS? Yeah, careful, careful. Come on, don't look at me like that, alright? I'm not an infected. No, 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 wait, please! اما قتلوا ابن الحرام. What the fuck? He was infected. He might have been infected. Oh, stars, this soft. I wonder so many of you dead. And what are you, UBCS, killing your own people? He would have turned. Where's your sense of self-preservation? يا مشرفكم اصلا ساعه بحاول انقذه. We don't need a bleeding heart like you getting in the way. وينو هذا مات يا حرام. تعال نشوف ايش عنده. بعدين بنراجع ذكرياته. هلا الحلوة انه في شيء مهم انه بيمشيك بخط واحد خلاص روح امشي فيه. قبل ما نكمل من هون خلينا نشوف ايش فيهم. في كراج في سيارة. ماكو شيء ثاني ماكو شيء ثاني روح. في موسيقى حامية ما انتو حاميين هيك. والله خفت صرت ابكي قسما بالله من الخوف. شعور لا يوصف قسما بالله لو تشوف شعر اجري شلون واقف شعر جسمي كله واقف. كلبين متاكلين نصهم شوي تاني دروات وليت اذا ضل الوضع هيك. انت فاضي لك تطلع لي بتتلونح قدامي مثل الاجدب يا عيني. هذا جابه كمان بس ما مشكلة خي ضرب طلقة وروح اليوم خلصني. حلو يعطاني رصاص نايس. حلو اعطوني جيب تاني. حلو مكان تسجيل. لا هذا هذا كمان بديها. لا
لو الحلوة حطي لك كل شوي تسلم. نايس تمام. شريحة. Smells like. Oh, I don't even want to think about it. What the fuck is that? لنت على المنظر. يا لطيف. هاي الزرعات حسب ما فهمت انه تصير مثل المفجرات. ايش فيها؟ شكلي انا الاو ماي جاد مو انت. الله يستر. ردة فعل. شالت الأشبه. هي لازم ارفع اربع محولات. هلا فهمت شلون. انا ما انتبهت على ثلاثة بسرعة وراحت. ضيعت انا شلون كنت ماشي. اجا واحد طلب بدنا واحد بس. ضل واحد بس. وين هذا اللي ضل؟
زلمة مش يرقى قسما بالله، مو يرقى بيقطع الضنة. هو لازم يكون لأنه عاملين اخيرا. بس فتحوا لي الطريق. السؤال وين اروح؟ خليني اروح اسيف احسن ما نكب. اوكي all that leaves is the main power switch. شغلنا الغرفة واخيرا. What the fuck man. قطع قلبي بيكون لهون. وصلنا الى نهاية هذه الحلقة المرعبة. منتظرونا باسبوع الجاي مننزلكم فيديو جديد عن اللعبة. تمام، كون وصلنا هون نهاية الفيديو. لا تنسوا من اللايك والاشتراك لانه كل يوم فيديو جديد وحلقة جديدة. وبعتذر عن الاطالة لانه تعذبت كتير بالبداية. بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.